الواد لابوه الواد لسه باللافة وعامل له صيدة وزابة الواد لسه باللافة وعامل له صيدة وزابة. سلمى كمالك ليلى كنتوا فين؟ كنا في مشوار. ايه مشوار؟ ايه ده مشوار؟ وحشتني على فكرة عمر. هو النهاردة كام؟ على الطلاق انت مجنونة. أنا لو ما كنتش مجنونة كنت حبيتك. كنتش مجنونة كنت حبيتك. الله، بقول النهارده كام؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه البنطلون هيقع فيه ايه؟ عمر انا بكلمك، النهارده كام؟ النهارده كام؟ 25. 25 ده بقى ما بيفكركش بحاجة خالص؟ 25 طبعا بيفكرني، ده يوم يتنسي؟ حتى اليوم ده كلنا فرحنا بيه قوي. عيد تحرير سينا صح؟ وغير تحرير سينا يا عمر. يا سلمى قولي بقى بيفكرني بيه. انا لسه صح يا سلمى مش فايقلك. لا ولا حاجة ولا حاجة يا عمر. الستات برضو يا عمر بيحبوا حاجات ممكن تكون بالنسبة لك انت صغيرة لكن بالنسبة لهم تبقى مصيبة لو ما عملتهاش. يعني مثلا لو نسيت عيد جوازكم هتشوف يوم اسود من قرن الخروب. الستات يا حبيبي بيحسبوها بالورقه والقلم بالساعه والثانيه. حد يعمل اللي انت عملته ده؟ انا عمال اعمل لك كده 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 انت مش فاهم اي حاجه. واقف زي اللطخ. لطخ؟ جبت منين الكلمه دي؟ من ماما. ماما دايما بتقولها لك. وايدي افهم منها ايدي؟ عيد جوازك. هتجوزكم؟ هتجوزنا في الصباع ده؟ ايش عرفني وانا اتجوزت قبل كده؟ معاك حق امي. طب ايه العمل؟ سيبها علينا يا معلم. ما تزعليش نفسك يا ماما، ده بابي كان فاكر بس نسي. وقلنا لا يا سو. كان بيقول عليكي هلاك. ملاك؟ ملاك يا حبيبتي انت بالنسبه لي ملاك. يعني كل الناس عارفه الموضوع ده. زعلش نفسك يعني. والله يا مامي بابي كان بيقول عليكي كلام حلو قوي لما كتمت جيجي كانت موجوده هنا وانت مش موجوده. قصدها يعني لما جيجي بتحتاج حاجات يعني يا سلمى ملح فلفل. ايه حبيبتي بقى ما تكبريش الموضوع بقى. انا اسف بقى. بره. مالك يا رشدي؟ قاعد زي المتطلقه وسرحان كده ليه؟ ايه كنت بفكر في ايام زمان. فاكره يا نهله انا كسرت الثلاث سراير ليله فرحنا. ثلاث سراير ليله فرحنا؟ يلا هو الكلام بفلوس؟ ده انت حتى يوميها جبت لي ارتجاج في المخ. ده انت كنت شاذيه، كنت فظيع، كنت مرعب. ايوه قولي لي كده كمان يا نهله. قولي لي كنت فظيع، كنت مهرج، كنت مهلك. قولي يا نهله قولي. انت يلا حاج بنرجع ايام زمان ونقضيها كلام كده. احسن حاجه في الدنيا يا حبيبتي ان احنا نقضيها كلام. طب تشرب حاجه؟ قهوه ساده على روح المرحوم ابويا. مفيش حد بيخبط بالطريقه دي. ايه السفاله دي؟ ايه السفاله دي؟ اكيد حد سخيف اللي على الباب. استاذ عمر صح؟ صباح الخير مساء الخير حسب التوقيت. ها عامل فيها كويسين احسن من الشويه اللي قبليهم؟ اكيد. اوعى الشويه اللي قبليهم يبقوا احسن من اللي بعديهم تبقى مشكله. اصل احيانا في ناس تبقى تدخل لا. معلش انا اسف. امرني حضرتك. انا اسف ان انا اكيد يعني حاسس ان انا كده هضايق سيادتك شويه. بصراحه شويه لا شويه غريب. حضرتك مش واخد بالك. انا بس عايز يعني انا مراتي مش موجوده عايز اسيب ابني عند حضرتك. لا من عينيا. في اي وقت في اي وقت يشرف. اي وقت الولد هيقعد عند حضرتك 3 4 5 6 ساعات كده زي ما يقعد. في عينيا والله. ابني اصله ما بيعرفش يعمل حاجه لوحده خالص. في عينيا والله. ما بيعرفش ياكل لوحده. ما بيعرفش يعمل بيبي. هخليه يعمل بيبي في عينيا. شيء غريب والله. انت انسان هايل عظيم والله العظيم. يا جودي يا جودي تعالى يا حبيبي. جودي تعال يا جودي.
وديع جدا. ايوه جداً. وديع. لا 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 وديع كويس. ولا وديع بس اهم حاجه حضرتك فعلا. انا متشكر، انا كنت متاكد ان حضرتك هتوافق. اهم حاجه حضرتك ريلاكس. ما تقلقش من جودي خالص. لا جميل جودي. ولازم تبقى زي الراجل اللي هو بيبص في المرايه ده، عارفه اللي هو بيقول ابص لروحي فجاه تعبت من المفاجاه. لا ابص لروحي فجاه لقيتني صغرت فجاه فجاه فرحت من المفاجاه وعيني ضحكتي. شكلك يا ريت الخدمه عندنا يا فندم تكون عجبت سيادتك. تحب اجيب لحضرتك شمسيه؟ بص كده واضح انك واد شقي وهتتعبني معاك. لو عايز تلعب وتاكل وتعمل كل حاجه هنعمل كل حاجه، بس ما تتشقاش. هخش اخد دش 5 دقايق وهجي لك تاني. هنعمل كل حاجه وهنلعب ونفرح ونهيص. اتفقنا؟ يلا يا اتفقنا. اتفرجت عليك يا معلم. ايه ده؟ ايه ده؟ تعمل ايه يالا؟ حمام. حمام؟ تجري مني يالا؟ عيب، ده انا حرامي قديم. ها قوم 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 قوم. احنا مش اتفقنا مش هتتشقى؟ طب وينفع تعمل كده؟ ما ينفعش صح؟ يبقى تحترم نفسك وتقعد زي الالف صح؟ لا اقعد زي الالف وبص لي تمام؟ انت اكلت؟ لا خط. انت عندك كام سنه يالا يا طفل يا سائل؟ انت مالك؟ هو انت هتطلعلي رخصه؟ ده انت رخم قوي يالا، رخم قوي. سائل سائل يعني ايه؟ اي كلمه بتتقفل بافيه كده، افيهات افيهات على طول. طب انت تعرف عكس افيهات ايه؟ عكس افيهات ايه؟ اف خد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ انتوا ما عندكوش طير زينة؟ ليه؟ عشان يخيط لك دي. ايه بقول لك ايه صحيح، امال فين الموزتين بتوعك؟ موزتين مين يالا؟ ليه امالك؟ بناتي؟ انت بتقول على بناتي موزه زيالا؟ ولا بص اركز معايا بقى، انا طول عمري بتمنى خلفه الولاد، انما من ساعه ما شفت الخلفه الوسخه دي لو شفت اي عيل صغير ماشي في الشارع هقتله هبلعه، فهم؟ يلا افتح الباب يالا. الحقني يا استاذ عمر. زلزال زلزال. انت ما حسيتش بيه؟ لا ما حسيتش بيه. امتى الكلام ده؟ دلوقتي حالا. انا كنت يا اخويا قاعده في البيت لبيا ولا عليا، حس البيت بيتهز بيا وانا بعمل كده اهو. ازاي كده؟ معقول؟ يلا يا واطي فخص عليك وعلى تربيتك سو. زلزال زلزال. اي خدمه يا معلم. يا نهار اسود.